بداية كان اعتبر ان المحبة كاتي نورمال ورحب ماشي كنا ورحب جميعا في افتتاحي عائلتي وانا فرحب قبل كل شيء بأعضاء الاتحاد الأمين الوطني وخارجه الذين يشكلون الدعامة الرئيسية المؤتمر الوطني 19 في اتحاد الكتاب المغرب في سياق سياسي واجتماعي وثقافي مطبوع بسمات خاصة ونحن جميعا معي جيدا جوانب من هذا هذه السمات ونفكر في الاتحاد وفي مستقبله وآفاق عمله العامة